بسم الله. النقطة رقم 28، وهي بداية، هي بداية الدرس الخاص بالتنسيق، تنسيق تشكيل الكلمة، ديكور بتاع الكلمة، ديكور بتاع الكلمات، مهم جدا. بتقول ايه يا سيدي؟ اول نقطة تغيير تنسيق نص. هغير في ايه؟ قال لك النقطة اللي هنتكلم فيها حجم الخط ونمط الخط، حجم الخط ونمط الخط. تعالوا نعمل، تعالوا نفتح جديد من عرض تقديمي فارغ ونقول له إنشاء ونبتدي نكتب. خلينا نكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم، ونتعلم إزاي نكبر أو نصغر. خطوتين دائما، اختار وبعد كده غير عشان تطبق الاختيار على اللي انت غيرت، على اللي انت اخترته. فلو جينا اخترنا بسم الله الرحمن الرحيم بالكامل، ادي اخترناها تريبل كليك، 1 2 3 باختار الفقرة بالكامل، وبعدين تروح للصفحة الرئيسية وهتلاقي حجم الخط، هو حجم الخط كام حاليا؟ 22. عايز تكبره تيجي تضغط عليه، ده 32، تصغره تكبره انت حر. عايز اقول لك دايما لما تيجي تشتغل في هذه الاشياء في الباوربوينت او في الوورد، ما تكبرش بدون سبب وما تصغرش بدون سبب، خليه حجم مناسب متوسط، لان التكبير بيضايق، بتدي انطباع للي قدامك، ده في الوورد في الورقة المكتوبة، ان انت مش شايف كويس او نظرك ضعيف، كأنك بتعلي صوتك على اللي قدامك، فلا يجوز. يعني من ناحية الاتيكيت شيء مش محبب ان انت كأنك بترفع صوتك على اللي قدام، فلابد ان يكون خط معتدل. ولما تيجي تكبر يكون بتكبر الخط لسبب، تصغر تصغر الخط لسبب. بمعنى الأهمية، انت عايز تميز كلمة عن كلمة عن كلمات، عايز تميز فقرة عن فقرات، فنوع من أنواع التمييز ان انت تكبر الخط او تصغر الخط. ودي من أدوات المحاضر، المحاضر لما باجي أنا بشرح في بعض الأحيان بعايز في نقطة معينة مهمة، فابتدي أروح رفع صوتي عشان أجذب انتباه الطلبة. نفس الشيء لما أجي أعمل في باوربوينت، ممكن أجي على نقطة معينة ودي الخط خط أكبر من غيره عشان أميزه عن غيره، عشان الطلبة تتشد لهذا النوع من. فإذا لابد تكبر الكلمة، تصغرها احنا عرفنا بنكبرها إزاي، بنكبرها من هنا هو، وتقول له الحجم الخط تغير منها من تنسيق خط. يبقى إذا الصفحة الرئيسية أروح لخط واختار هنا حجم الخط، أو أضغط على دي عشان يديني إيه؟ تنسيق بالكامل، يدي النص اللاتيني اللي هو بالإنجليزي والعربي واللغات الأخرى. أجي أنا عايز في العربي واللغات الأخرى، ولكن هنا الحجم الخط هو 36، أكبر أخلي مثلا 40 مثلا أهو، وأقول له موافق، هتكبر معايا وتبقى 40. ده التكبير والتصغير. وقلنا الناحية التانية، ما تكبرش إلا الهدف، ما تصغرش إلا الهدف. هدف إيه؟ قلنا هدف التمييز، سواء في التكبير أو في التصغير. ده عامل اللي جنبيه برضو تكبير وتصغير حرف، ولكن زي الإيه؟ زي الستيب، زي الخطوات، زي السلم. تضرب مرة واحدة زود لك 4، كمان مرة أدي 4 كمان، كمان مرة 4 كمان، بيزوده. قلل أدي 48، 44، 40، 36، أكن إيه؟ بيزود بين كل ضربة وأخرى، كليك والتانية بيزود 4، فتقدر برضو تشتغل من هنا تكبر وتصغر. النقطة دي كمان بتتكلم عن حاجة غير التكبير والتصغير للحرف، هي بتتكلم عن كمان إيه؟ بتتكلم عن نمط الخط. أنا بصراحة كلمة نمط الخط ده مش فاهمها، لأن النمط دايما يغيروها، فتروحت للمنهاج باللغة الإنجليزية وجبته، قلت له قصده ايه بنمط الخط؟ قال لي فونت تايب، نوع الخط، نوع الخط مش نمط، اصل اسماء بتغير. فانا خلينا هنا نكتب ايه؟ نوع احسن، استنادا لايه؟ للانجليزيه، للمنهج باللغه الانجليزيه. ايه نوع الخط دي؟ نوع الخط، الخط طريقه، يعني نوع الخط هو طريقه الكتابه. كان الجماعه في الكوفه بيكتبوا بطريقه معينه الاحرف، كانوا جماعة في الأندلس بيكتبوا بطريقة معينة، الجماعة الفرس بيكتبوا بطريقة أخرى، في ناس بيكتبوا طريقة النسخ، في ناس بيكتبوا طريقة الثلث، في ناس بيكتبوا بطريقة الديواني.
وفي ناس وهلما جرى بقى خد عندك اللي انت عايزه. فانا لو جيت اقول لكم فالشكل بيتغير لان طريقه كتابه الحرف بتتغير. فلو جينا هنا معلش وانا هكتب برضو بسم الله الرحمن الرحيم هنا ادي بسم الله الرحمن الرحيم كتبت الكلمه انا معلش هختارها ولو فاكرين اعاده على النسخ 1 2 3 باليمين اقول له نسخ ادي نسختها واعمل انتر كمان مره اعمل باليمين لصق او عشان افكركم كنترول مع الفي كمان كنترول مع الفي كمان كنترول. وتعالوا نشوف انا ايه رايكم اعمل اول واحده بالخط الكوفي كوفي نعم الخط الكوفي مش خط واحد ده عيله من الخطوط فتلاقي مونو تايب كوفي يعني احادي هتلاقي فيه اوت لاين حواليه مرسوم خط هتلاقي اشكال كتير لكن العيله بتاعته الكوفي. طيب فازاي يغير النوع الخط فتقول له تروح للصفحه الرئيسيه وادي نوع الخط اول واحد فونت تايب وتضغط عليه كل دي عباره عن خطوط وشوف انا لما بضغط عليها اللي مكتوب جنبيها ابجد هاوس تعرف انه خط عربي ولكن ده خط انجليزي فمش هيأثر تغييره. تعال ننزل ابجد هاوس خط عربي اخبار تعال ننزل اندلسي الخط ده هو كانوا بيكتبوه اهل الاندلس او كما يقولون فنضغط عليه اتحول لي ده لاندلسي. تعالوا نختار الثاني ادي يا سيدي الثاني 3 كليك عشان نختار كل الفقره ثم اقول له لو سمحت انا عايز اغير نوع الخط وتعالوا نشوف ايه الخطوط الثانيه اللي موجوده. احنا قلنا في خط اسمه كوفي او مونو تايب كوفي وفي هنا اهو طبعا زي ما احنا قلنا هيكون اريال ده برضو نوع مشهور من الخطوط العربيه خط الاريال اللي هو مكتوب بيه اغلب الخطوط. تعالوا كمان واحده ونشوف حاجه ثانيه ايه الخطوط اللي مشهوره اكثر عندنا. هو طبعا حاطط الخطوط من A to Z ادي اخبار ده اندلسي خلاص ده اريال هينيكود خلاص ده ابجد هاوس بولد ايتاليك ارت ايتاليك ارت خلاص. انا مش عايز يعني انت لما تيجي تشتغل ربما تعرض لنفسك الخطوط وتشوف اكتر خط فنا يناسب الموضوع بتاعك فنا. طبعا ده النسخ ديكو تايب نسخ كتابة بالخط النسخ وادي النسخ اهو ده الخط النسخ وشوفوا كتابته جميلة ازاي. نفس الشيء نروح للصفحة الرئيسية ونختار بعد النسخ نشوف في ايه اللي انا عايز اقوله لك معلش وده فيه ثلث ديكو تايب ثلث يبقى عندنا نسخ عندنا ده الخط الثلث ونشوف كمان واحدة ونقول له ادينا خطوط اخرى غير الايه النسخ والثلث في عندنا فارسي هنشوف دلوقتي واحنا شغالين. لكن واحنا بنتكلم عن الموضوع ده ان في يبقى انت بتحكم عليها وفي ديواني اهو بتحكم عليها من ناحيه الجماليه شكل الايه شكل وجمال الايه الحرف في الوضع اللي هو فيه. لكن في كمان من ناحيه الجماليه ومن ناحيه انها تكون لها علاقه بالموضوع اللي بتكتب بيه، انت بتكتب عن موضوع بالتكنولوجي للتكنولوجيا. ما تجيبليش خط اندلسي ولا خط كوفي وتحطه. الخط الكوفي والاندلسي له دعوه بالتراث اكثر. الخط العثماني له دعوه بالقران اكثر. الخط المودرن له علاقه بالتكنولوجيا اكثر، فانا اقصد نقل نوع الخط الذي يتناسب مع الموضوع. هو مش هيقول لا لما تحط اي موضوع، ولكن تلاؤم الكل ان يكونوا بتلائموا مع بعض. انا لسه هشوف برضو تاني ونشوف هنا الكوفي لان انا بحب الخط الكوفي خصوصا لما اكون بكتب مواضيع ادبيه. وفي الفارسي هو يا جماعه ادي الفارسي الخط الفارسي ناخد ده معلش تاني عشان انا عايز اجيب كمان ادي ونختار نشوف الخط اللي هيجي نشوف الخط عايزين نشوف خطوط ثانيه وليكن الخط الايه الخط الكوفي مونو تايب كوفي عندنا ام عندنا كوفي كتير على فكره بس انا شوف مونو تايب كوفي ده كوفي وزي ما انتم شايفين ماشي. يبقى لتغيير عايز اغير نوع الفونت او نوع الخط اختار الكلمه الاول او اختار الباراجراف او اختار الملف كله
واروح عند هنا تغيير نوع الخط، او اضغط على المربع ده هيجيب لي كل خصائص الخط، واجي للعربي واللغات الاخرى اذا كان عربي، او اروح للاتيني واغيره، او اجي للعربي اذا كان عربي واغيره من هذا المكان، او اغيره من ايه؟ من المكان اللي انا عليه حاليا. ماشي ماشي. وقلنا كمان عشان ما تضيعش، المكتوب عليه ابجد هاوس تعرف ان هو خطوط عربية، اللي مش مكتوب عليه ابجد هاوس هيبقى خط تابع للي تابعه، زي ده خط انجليزي، انما ده ابجد هاوس خط بالعربي، وهكذا. ماشي ماشي. وقلنا عشان تغير برضو الحجم الخط، ادي هو حجم الخط تختاره من هنا وتكبر وتصغر منه. وقلنا ممكن ده زي السلم، تطلع سلمة ودي السلمة اربع درجات، تنزل سلمة وتنزيل السلمة اربع درجات. في حاجة تانية، تكبير وتصغير الكلمة عن طريق الكيبورد، انا بحب استخدمها لانها سهل كتير. كنترول مع اكبر من، كنترول مع اكبر من بتعمل ايه؟ بتكبر او بتصغر. تعال نشوف كده، كنترول مع اكبر من، شايف بتكبر، شوف كنترول اكبر من بتكبر ازاي، انا دايس على كنترول مع اكبر، كنترول اصغر من بتصغر ازاي. فدي برضو عبارة عن تنط اربعة كل مرة، ولكن في الكيبورد، فاسهل بكتير من انك تروح للمكان المعين وتكبر او تصغر. و الحمد لله رب العالمين.